نادي مدينتي السنه دي استضيفت لاول مره في تاريخها البطوله المصريه مفتوحه، بطوله بقالها فوق ال 100 سنه بتتلعب في مصر. يعني كان في فوق ال 50 لعيب مشتركين في البطوله من كذا بلد. طبعا مدينتي ليها حاجه فيري سبيشال بالجرينات وبالخضر اللي حوالينا وبالكونديشن بتاع الجولف كورس. دي حاجه ميزه جدا عن ملاعب جولف عالميه. يعني Madinaty is a full club with an 18 hole golf course. We'd like to welcome golfers of all levels, whether it be the experienced golfer that was playing in the event. What I've seen the last 3 days, it's a professional work that has gone in this tournament. Madinaty settlement, it gives you serenity. It is a beautiful place where you can actually see that there is peace. Honestly, ملعب هايل. بحس ان هو من top courses في مصر ومن احلى courses، فببسط لما بلعب هنا. I'm pretty happy with my performance. So played well over 3 days. Conditions were great, so I'm super happy. بطولة ناجحة، منافسة جامدة جدا. البطولة دي من أقدم البطولات اللي اتعملت في تاريخ الدول العربية. يعني يمكن بقى لها حوالي فوق عن 70 سنة. أنا قلت الملعب ده هو من أحسن الملاعب اللي موجودة في مصر حاليا، طبعا ينافس الملاعب العالمية. دي من أكبر البطولات اللي بتتعمل كل سنة، وبتتعمل مرة واحدة بس في السنة. أتمنى إن أنا أشوف الـ European Tour يتلعب هنا. أكيد الناس اللي برا مصر لما يجوا يلعبوا في مدينتي جولف كورس هيتبسطوا جدا. طبعا تنسيق بطولة هايلة، وملعب يعني من احسن ملاعب في مصر وبره مصر، يعني احسن ملاعب انا لعبتها. ملعب مدينتي دلوقتي في رايي كل اللعيبه اللي بتلعب ان هو احسن ملعب في مصر، علشان جديد طبعا وعلى اعلى مستوى. ممكن ماتشات المحترفين بتاعت بره يجوا يلعبوا في الملعب ده، هو جاهز جاهزيه غير طبيعيه. يعني And now we are going to announce our winners for today. Now the winner of the Egyptian Amateur Open, Amin Bilhad Nasser. اليوم فرحان برشا خاطر ربحت، ترانيت عليها برشا التورنوا هذايا، صحيح فما برشا ملاعبيه وكل شيء، اما الحمد لله شرفت تونس وهزيت التورنوا. اكثر حاجه عجبتني في الجولف مدينتي ما هما الجرينات، طياره على الاخر ويجيو برشا. We'll be right back.